أنا ما عنديش كورونا الأزمة وما عندكش وأنا مالي من غنجيبها لك من غنجيبها لك وتسلفي ما عندي شكون غنتسلف شكون الخدام الدولة تكلف بك بحالي بحالك أنا ما عارفاش أنا مالا ما عنديش راجل اللي غيخرج يهضر عليا أنا ما عارفش أنا ما كنعرفش أنا من نهار يحبسوني داري ما خرجتش منها قلتي هاد الناس دابا باش يهضروا لك هضري على راسك ملي دخلتي هاجمتيني تا وخوك ملي هاجمتيني تا وخوك عيطت لهم هما يديروا لي حل خلصيني دخلت عيطت الويفي ديالي ما خلصتينيش الويفي ما هضرناش عليه هضرنا على الكرا هضرنا على الكرا على بنتي دخل هاجمني هو خوه الصباح البارح جا عندي قال لي يعطيني الكرا قلت لي ما عنديش وما قداميش ما عنديش من غندبر لك قال لي من هنا لواحد 3 شهور من هنا نهار 23 دخلتي نهار 23 غتخرجي نهار 23 قلت لي انا الهضره اللي غنقول لك اليوم غنقول لك غد نهار 23 قال لي تخلصيني قلت لي ما عنديش قال لي لا غتخرجي اليوم الصباح تطلع ليا هو خوه كيقطع ليا في الخيوطه ديال الضوء وديال الويفي كنت انا وياه مشارك انا وياه فيها قطع ليا الخيوطه اليوم كيسمعني في الهضره قال لي عندي غير بنت وولد مرتي وولدي غنصيفطهم لدارنا وغنبقى انا هنا في وسط الدار غنسكن معاك فيها الدار فيها وغتولي غير الهضره الخايبه وراني دايره لي فيديو دايره لي في التليفون دابا عندي ودابا حابسني كشتي جيت على غفله خرجنا دار عليا الساقطه انا وبنتي الكبيره وبنتي الصغيره بقات عندي الفوق والهضره الخاسره وخو طلع قال لي اشنو بغيتو نوصل عليا حوايجه هذاك الخو الكبير عمرنا ما شناه نهار موالفه كنخلصو نهار 6 نهار 6 ما عنديش من غنجيبو ما خداماش انا وبناتي جوج هو خوه ما راجلي انا ميت الله يرحمه راه مالي انا راه بناتي جوج حقرني انا وياه هو خوه دخلوا عندي بجوجهم لا داك خو رانس عليا السروال قال لي ما تصوري مني والو مشيت انا عند القيد ما لقيتوش غير الله دخلت ما قيدت حتى شي حاجه صافي ما عرفتش ما ندير انا اصلا من نهار يحبسونا ما خرجتش من الباب ما عندي حتى شي واحد دارنا كاين في اسفي ما عندي حتى شي واحد خبزه ما كاينش اللي دخلها عليا هاد السيد انا ملي قلت ليه عاد صبر عليا قال لك لا ما نصبرش عليك نهار 5 كنخلصو نهار اللي ما خلصتوش نهار 5 ملي ما خلصتوش جا عندي قلت ليه صبر عليا راه ما غنضيعكش صبر عليا خدام في خياطه حبسونا نهار 16 في شهر 2 انا كان عندي كنت خدام انا كنت اصلا دايره عمليه هنايا يلا خدم دايره عندي وسيسه هنا في بزوله يلا محيداها يلا خدمت في 2 سيمانات حتى من الشركه اللي كنت خدامه فيها وقفونا ما بقيتش خدامه ملي رجعت لقيتهم اصلا هما واقفين عاود رجعت بدلت الشركه خدمت فيها 2 سيمانات هو راه عارف ما عندي لا لاكيس لا راميد لا حتى شي حاجه كريم 30000 ريال بارطمان كنت كاري انا واحد الدريات بنات لوسي جوج تزوجوا حقر عليا هو خوه ما عمرهم شافوني سلام كنقولها لهم هي دابا جارتنا قالتها لك قالت لك انا ما كنعرفكش قال لك قال لي انت اصلا انا اللي غنتواليك هو براسو هذاك مجوج عندي في فيديو فيلميتو البارح وفيلميتو اليوم حقروني يلا سكت بالبكا وجهها لجلاله الملك حقروني انا ما عرفتش فين غنمشي اليوم ملي جر عليا انا وبنتي اقسم فمي بالله الفطور ما فاطرينش الا من 10 وحنا في المقاطعه يلا دخلنا انا باقا بجلابتي يلا دخلنا داك الشيء جيتي دخلتي ما خليهاش نخرج حبست لي انا بنت في الدار وخرجني انا وبنتي برا ودار علينا الساقطه هو مرتوخو يعني بغينا ندخلوا على الشرب وعلى الماء ما لقيناش بغينا ندخلوا على الطواليت ما لقيناش كيفاش ندخلوا يلا دخلنا داكشي كيفاش لقيتي